من تتوقعون كانت سفيرة السياحة اليابانية للعام المنصرم 2018؟ هلو كيتي، وحتى وصلت لدرجة تكريمها بشهادة، الموضوع موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وفي كثير من المواقع والصحف. اشتغلت اليابان لفترة طويلة على فكرة الكاواي، أو بمعنى آخر الكيوتنس أو البراءة. الشغل هذا جاء كجزء من الدبلوماسية الثقافية اللي تروج لها عن فكرة أن اليابان دولة محايدة ودولة سلام. بدأ الموضوع بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ما تعرضت له في ناكازاكي وهيروشيما، فكان أن هي عملت من ضمن مخططها وأجندتها للدبلوماسية الثقافية على الترويج لفكرة السلام. الشيء هذا نلاحظه في الرسوم المتحركة بدرجة أكبر، خاصة لجيل الثمانينات ويمكن التسعينات جزئيا. رسوم كثيرة مثل عدنان ولينا أو جراندايزر تشتغل على فكرة نهاية العالم والبداية الجديدة، أو فكرة الإبادة الجماعية، أو فكرة الخلاص والمخلص. يمكن كأطفال ما كنا نعي لها بشكل كبير. مو بس اليابان، حاليا الكثير من الدول العظمى والكبيرة وعت وأصبحت أكثر وعيا في تناول مواضيع مثل الدبلوماسية الثقافية أو القوى الناعمة، ويقال ويؤكد أن المستقبل سيكون في يد هذه الدبلوماسية الثقافية أو القوى. تكلمنا في الفيديو السابق بما عرفت الدبلوماسية الثقافية أن من ضمنها وأكبر مخطط يمكن أن يسوق لدولة هو عن طريق البراندينج، أو بمعنى آخر معرفة الهوية التي نريد للآخر أن يرانا فيها. بشارككم قصة خاصة جدا. أسافر كثيرا للقيام بمعارض كتاب معينة أو مشاركة فيها، وبأيام ثقافية في دول كثيرة. كنت أشارك في معرض كتاب لدولة أوروبية مع وفد إماراتي. الوفد هذا كان يتشكل من أكثر من مبدع، سواء كانوا كتاب أو موسيقيين أو حتى رسامين وفنانين تشكيليين. كل واحد من الفنانين والرسامين أو الكتاب كان يحمل طابعه الخاص، وهذا جيد. لكن عندما تأتي إلى العزف أو اللحن الذي يضمهم كلهم مثل الأوركسترا، تجد أحياناً من يغني بشكل منفرد، أو من لا يعي ما هي الهوية التي عليه أن يروجها أو أن يقدمها لوطنه. الكثير من الدول اليوم تعمل على فكرة التنسيق، بداية في الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية. عملت الولايات المتحدة على الترويج على فكرة الدبلوماسية الثقافية من خلال سفراء الجاز. كانت ترسل عازفين ومغنين الجاز إلى الكثير من الدول. الموضوع يبدو بشكل غير مباشر بريء، يمكن مثل فكرة الكاواي اليابانية، لكنه أثبت نجاحه وروج فيما بعد لأغاني أو موسيقى الجاز حول العالم، وثم إلى هوليوود والفاست فود تشينز وحتى الجينز وحتى الفاشن الأمريكي. اليوم نحن كإماراتيين نعي أهمية الدبلوماسية الثقافية، ويقوم وطننا بتحضير والترتيب وتطبيق أجندة خاصة لهذه الدبلوماسية. ما الذي نقوم به كأفراد اليوم؟ نحن كلنا سفراء، لكن من ينسق؟ ما هي الهوية التي علينا جميعا أن نعمل لترويجها؟ فكروا معي.